لحظات قليلة الاستعداد فتحت على بركة الله البوابات، اندفعت أفراس الإنتاج عمر الثلاث سنوات متنافسة في هذا الشوط على مسافة الميل، وكأس الملك فهد بن عبد العزيز الفئة الأولى في الميدان السعودي مقدار الجائزة 800,000 ريال. تبدأ غلف هدا في الصدارة بقيادة هذا الشوط، تتبعها أيضا زامرة في المركز الثاني، ومن الخارج خزيمة في المركز الثالث، فيما تماري أيضا في المركز الرابع في شوط التقارب الكبير والانطلاقة المتقاربة بين هذه الأسماء التي تسعى لتسجيل انتصار تاريخي بكأس الملك فهد بن عبد العزيز. الاندفاع تأتي من المسار الخارجي لبنت الدرعية التي تتقدم للمركز الثاني، وإلى جوارها لعيون مرام، فيما زامرة من المسار الداخلي، زامرة من الداخل، بنت الدرعية من الخارج مع تجاوز علامة 600 متر، مسكوبة أيضا قادمة لهذه المنافسة القوية، زامران بنت الدرعية، زامران بنت الدرعية، زامرة تتقدم وبداية الخط المستقيم، زامرة بكل قوة للمركز الأول، زامرة تماري قادمة من المسار الداخلي، فيما أيضا 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 لعيون مرام وبقية الأسماء، زامرة هل تواصل أم تأتي؟ تأتي مرعدة، يأتي الدخول، 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 من مرعدة؟ مرعدة، مرعدة، ترعد هنا في ميدان الملك عبد العزيز، مرعدة على خط النهاية، وكأس الملك فهد بن عبد العزيز بدخول قوي، دخول ممتاز.